سهراء هديك المرة راحت بس ريحت عطرها بقياني هون. لو كانت هي الفخفخة على زماننا كان تغير الوضع. يعني شو كان رح يصير؟ ايه والله شو كان رح يصير يعني؟ مش قرد حكي، مش بيعرفني يعني؟ أحياناً بقول لحالي لو إني اهتميت بحالي مثل هذا الاهتمام يمكن ما كان تركني جوزي. آخ يا زهرة، تعرفي إنه الإنسان فيه يتعود على كل شيء، بس ما عم بقدر أتعود على فراق بيتي ولا على فراق بلدي. والله قلبي عم يحترق من جوا على فراق بلدي يا زهرة. يا حصرتي وين الميات والناس والبقرات؟ وليش حتى يحترق قلبك على البلد يا أختي؟ بعدين أنت ما هربتي من هدنك الناس؟ مو لأنهم ما تركوكم بحالكم وبلشوا بالقيل والقال بعد ما ترك جوزك البيت؟ ها عفارم عليكي، لفيت ودرتي بالحكي وما صار إلا جبتي سيرة القيل والقال. شو أنت عم تنتقمي مني يا عيني؟ لك يا أختي انتقام شو اللي بدي أخده؟ بعدين سكرت دفاتر الماضي والماضي راح وخلص ونسيت. أنت ما فيك تسكري دفاتر الماضي زهرة، نحن ما خليناك تتهني بطفولتك ولا بشبابك ولا بجمالك، أخذنا منك كل شيء. قولي لي بقى كيف بدك تسكري دفاتر الماضي؟ الشباب مرق والجمال مرق وراح يا أختي، كله راح وانتهى. إذا نسيت ولا ما نسيت شو رح يصير؟ قعدنا لتين وحرقنا الطبخة مهلا. لا أختي مو مشكلة، لسه ما نشفت المي. منيح محمد؟ شو صاير ابني؟ كأنك مزعوجة؟ ليش تعرضت للولد مرة تانية؟ أمي لا تحكي شي أبداً، أصلاً أنا كتير مخنوق. بس ما بصير هيك يا ابني، فكر بأبوك وفكر فينا. لإمتى رح تضل حاطط راسك براس هالولد؟ ايه صحيح، شو بدي قلك؟ خبر سهر خانم إنه نحن تأخرنا شوي ورح تجي الشغلة على عجلة، مشان شو اسمها تروح تشتري فستان العرس. بقى ما بقى في لزوم أمي. كيف ما في لزوم يعني؟ شو بدها تلبس العروس؟ نحن افترقنا. افترقتوا؟